وجئت بمقطع يمر علي، ذلكم المقطع يساء فيه إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالأخص معاوية رضي الله عنه. وأنا أحذر من هذا المقام، لأن الأمر ليس بخفي، أصبحت وسائل التواصل بين أيدينا وتأتينا المقاطع. هنا ينسب لمعاوية رضي الله عنه أموراً عظاماً من قبل الرافضة، ويسوق لها أهل الأهواء ممن ينسب نفسه إلى أهل السنة، بل قد يمدح هؤلاء من قبل بعض أهل الأهواء ممن ينسب نفسه من أهل السنة، قد يمدح هؤلاء الذين يتكلمون في معاوية أو يتكلمون في أحد من الصحابة رضي الله عنه. وخذها قاعدة، أي مقطع يصل إليك يساء فيه إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أحد منهم فلا تقبله. نحن لا ندعي العصمة فيه، ليسوا بمعصومين، ولكن الأصل فيهم السلامة والصدق والخير، وقد أثنى عليهم أهل السنة والجماعة، بل أثنى عليهم الله عز وجل في كتابه. فانتبه، قاعدة، أي شيء يمر عليك يساء فيه إلى أحد من الصحابة ولو أسنده بأسانيد وبأحاديث فلا تقبله أبداً، فلا تقبل، لأنه كثر القدح في الصحابة رضي الله عنهم. أنا ذكرت هذه من باب أن أجعل قاعدة لك، وسائل التواصل لا تهدم عقيدتك، لا تهدم توحيدك. أي شيء يأتي، أي شيء يأتي، وليس من عالم موثوق بعلمه، أي شيء فلا تقبله إلا بعد أن تسأل أهل العلم المتمكنين الحريصين على الدليل الشرعي، وليس من يتصدى ويصفصف لنا كلاما ويجمله، أو ربما يصحبه بدمعة أو بكاء، وإذا بالنفوس تقبل هؤلاء وكأنهم هم علماء الأمة. انتبه. ثم إذا أتاك مقطع يمس أي صحابي، لأنه فيما مضى ورد علي مقطع لذم خالد بن الوليد، وتحدثت عنه فيما مضى في أحد الدروس ليس في خطبة، وأجبت عنه وبينت غلط من ذكر ذلك. فخذها قاعدة، أي مقطع، أي كلام يسيء بأي واحد من الصحابة فلا تقبله، لأن الأصل فيهم السلامة والصدق والخير، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، ورضي الله عن معاوية رغم أنوف الرافضة وأهل الأهواء ممن ينسب نفسه أنه من أهل السنة.